أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا في الله، إخوة الإمام، إخواني وأخواتي، سلام عليكم ورحمة من الله وبركات. موضوعنا لهذا اليوم المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله لنا فيه جميع خطايانا ولأحبابنا واجعلنا جميعا من أهل الجنة، هو طبعا عنوان غريب ولن يتضح المقصود منه إلا بعد أن أقرأ شيئا مما سأقرأ، لكن العنوان هو البطالة بين الآباء والأمهات. كعادتي أنا أكثر ما يساعدني على تحضير الكلمات هي ما يأتينا من السوشيال ميديا كما تعلمون، هذا الطوفان من المعلومات بغثه وسمينه مما يصلنا ننتقي منه. فوصلني فيما وصل عبارات منسوبة ليه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه جدد حياتك، وهذا بالمناسبة هذا كتاب من أروع كتب الشيخ محمد الغزالي، من كان مستطيعا، والآن يعني ما في أحد إلا وهو مستطيع، جدد حياتك. هذا طبعا فور فري، موجود بي دي اف مجانا على عشرات المواقع، فقط بثوان يكون على جهازك. أنصحك
أنصحك ألا تصل بيتك قبل أن تنزله وتبتدأ بقراءته. أنا شخصيا هذا أحد الكتب الذي غير حياتي، أتحدث عن نفسي قبل أكثر أو قبل ما يقرب من 40 عاما. كتاب جدد حياتك. جزء مما يقول سأقرأ ما يقول عن البطالة عند الموظفين في الدولة وفي الحكومة، ثم سأعقد رابطا الذي أريده أنا لموضوعنا. يقول، طبعا اقتطعته من سياق طويل، يقول: فالبطالة هي ألا تكون على قيد الفعل والإنجاز حتى ولو كنت على قيد الوظيفة. يعني أنت موظف، أنا موظف، فلا أسمى بالمعنى الرسمي من أصحاب البطالة، فأنا أعمل وأخذ راتب وأذهب وأجلس الكرسي. قال: البطالة هي ألا تكون على قيد الفعل والإنجاز حتى لو كنت على قيد الوظيفة. إذن المعيار فعل وإنجاز وليس وظيفة. قال: وأخطر أنواع البطالة على المجتمع هي والمؤسسات هي البطالة المقنعة، حيث يحتل الواحد موقعا أو منصبا يتلقى عليه بدلات مادية مجزية وامتيازات متعددة، وتوضع تحت إمرته موارد كثيرة. ولكن الآن خط أحمر موجود، فلوس معطى، امتيازات، فتح أبواب، صفة رسمية، أبواب تفتح، أوراق توقع، سلطة يتحدث باسم، سواء كان حكومة أم خاص أم 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 إلى آخره يقبل. قال: ولكن دون، خط أحمر الآن، دون مهمات واضحة يجب أن يؤديها. خط رقم 1 نسجلها سنرجع لها. دون مهمات واضحة ولا أهداف محددة بدقة يجب أن يحققها، في مهمة توصل لهدف، ودون نتائج قابلة للقياس يجب أن يحاسب عليها. فعندنا 3 محاور رئيسية: حتى لو كنت أنا موظفا، عند من كنت خاص عام فأنا في بطالة ما لم يكن هناك مهمات محددة، أهداف واضحة، ونتائج يقاس عليها هذا التحقق. يكمل قال: فيتحول بذلك إلى عضو نشط ضمن القائمة الطويلة للعاطلين عن العمل الذين لا هم لهم إلا، خط أحمر، خلق المشاكل والجراثيم والأمراض التربوية وتغذيتها وتكبيرها وتعظيمها، ثم تصديرها إلى جميع أعضاء الجسم المؤسسي، والذي قد يكون شركة أو مؤسسة أو دولة أو حتى عائلة ممتدة. أن الكل عنده وظائف، الكل، وهذا ما سنتحدث عنه. لاحظوا، يتحول من ليس عنده مهمات، خلينا نستفيد كلام يوزن بالذهب، اللي عنده وظيفة وبالمناسبة ليس منا أحد إلا وله وظيفة، شاء من شاء وأبى من أبى. أنا موضوعي الآن الأب والأم، وظيفة الأب، وظيفة الأم، في وظيفة الأخ اللي عنده أخوات، في وظيفة الأخت اللي عندها أصغر، في وظيفة، في وظائف، لكن ما بنسميها وظائف، بس هي وظائف. يكمل، بدي أعيد العبارة: فيتحول إلى عضو نشط ضمن قائمة طويلة للعاطلين عن العمل الذين لا هم لهم إلا خلق المشاكل والجراثيم والأمراض التربوية وتغذيتها وتكبيرها وتعظيمها، ثم تصديرها إلى جميع أعضاء الجسم المؤسسي، فتؤدي في نهاية المطاف إلى تلاشي وزوال المؤسسة. انتهى كلامه. فأنا سألت سؤالا وأنا أستمع إلى هذا، أقول: يا الله، هل الأب المسلم والأم المسلمة وأنا منهم، إن شاء الله نكون عند الله من المسلمين المؤمنين، هل نحن جميعا، وأخاطب الآن الأب والأم تخصيصا، هل نحن منتبهون إلى أن هناك مهمات وأهداف ونتائج ضمن وظيفتنا كآباء وأمهات؟ هنا أقف هذه الدقائق أمامكم لأذكر نفسي وإخواني وأخواتي، وأعطي أمثلة ما معنى مهمة وهدف ونتيجة يقاس عليها، لأعلم إلى أي مدى أنا أؤدي وظيفتي أمام الله أم لا. وهنا هذا الموضوع عندنا ببساطة. فأنا أقول، وهذه نصيحة مني لنفسي، لأني إن لم أنتفع أنا بها كارثة، ولكم جميعا إخواني وأخواتي. السؤال الأول: هل أنا منتبه كأب مسلم وكأم مسلمة إلى أن مهمتي الأولى والكبرى في حياتي
أن أعبد أولادي لربهم. هنكون واضحين يا أخوة، إيش هي مهمتك؟ انسى اللفظ الذي عبرت به، أنا ممكن أعبر عنه بطرق أخرى. المهمة، مهمتك الكبرى يا أب يا مسلم، يا شاب قبل أن تتزوج، قبل ما تبحث عن بنت الحلال، عليك أن تنتهي مهمتك الكبرى كأب، أن تعبد أولادك لربهم، نقطة. إذا بدك بصيغة أخرى، أن تربط بين أولادك والذي خلقهم. بدك صيغة ثالثة، أن تعظم مكانة ربهم وشرعه وقانونه عندهم. خذ منها ما شئت، الخلاصة الله أولا في حياتهم. صغها بالصيغة التي تحب. إذا لم يكن واضحا أن مهمتي كأب في الإسلام، أنا لا أخاطب ملحدين حاشاكم، وربنا يحفظكم ويحفظني ويحفظ أولادي معكم، أفينا ملحد؟ أفينا منكر لوجود الله والعياذ بالله؟ نحن في بيت من بيوت الله في يوم جمعة، وما جاء فيكم إلا إيمانكم والله حسيبكم، صحيح؟ 100%. نحن أين مجتمعون؟ هل نحن في درس رياضيات؟ درس فيزياء؟ درس رياضة؟ أبدا، نحن الآن نتحقق قال الله قال الرسول. إذن الأصل فينا الإيمان. أنا دوري التنبيه فقط برجع بقولكم يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ بلغ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها، فرب إيش مبلغ أوعى من سامع. صحيح طبعا. والمعنى الآخر إنه المؤمن الحكمة الضالة المؤمن أن وجد فوق حق بها. العالم الرباني رحمه الله قالها في سياق السياسي، قالها في السياق الحكومي، في السياق المؤسساتي، لكن دعونا نذهب إلى أهم مؤسسة وأهم دولة. وين أهم دولة على كوكب الأرض؟ دولة الأسرة. وبالمناسبة هذه الدولة التي لم يبقى فريق أو مجموعة أو مذهب أو دين على كوكب الأرض يملك القوة للحفاظ عليها، لا أقول من ضعن، بل فقط المسلم، الباقي كله سلموا. مؤسسات الدولية الضخمة تعمل ليل نهار على إفساد مؤسسة الأسرة. مين الواقف أمامهم الآن؟ الإسلام فقط، مش قادرين يخترقوه. وإلا قل بي ربك، العلاقات الشاذة مؤداها ماذا؟ دمار الجنس البشري. مؤداها فيش أسرة صحيحة، يعني فيش الريبرودكشن، خلاص انتهى الموضوع. إذا كان هذا حقا والأصل فيه أي يسود، توقف الجنس البشري عن الوجود. طب من سيحافظ على الجنس البشري عن الوجود؟ الأسرة. مين يحافظ على الأسرة بتمامها؟ الحفاظ على الأسرة ليس فلسفة وليس مزاحا، الحفاظ على الأسرة يحتاج إلى رؤية متكاملة، ويحتاج إلى باك اب سيستم قوي جدا من النفسية والعقلية، يكون لك وضوح رؤية لتحافظ على رأسها. أنت اللي بتصرف، أنت بتشتغل، أنت اللي بتحرث راضيا محبا لربك لأن الله أمرك ولأنه متوافق مع فطرتك التي خلقك عليها. فش عندنا مهما دعت النسويات في العالم شرقا وغربا، وما دعا يبقى واجبا علينا، أنت يا ذكر، أنت يا رجل، خلقك الله لتكون حاميا ولتكون وليا محاميا عن المرأة، شاء من شاء وأبى من أبى، أنت سندها، أنت نصيرها، أنت. لذلك إحنا الوحيدين المؤهلين للحفاظ على الأسرة في العالم بالمناسبة، والله. وبند آخر سمعت أحد الإخوة قبل فترة جزاه الله خيرا، لا أذكر اسمه الآن، يتحدث عن كيف النظام الغربي بشكل عام وبشمال أمريكا، نظام التعليم في البابليك سكولز بيعظم من المجتمع، بس ما بيعظم أبد من الوالدين، لأن الوالدين سلطة منافسة. المجتمع مين يحكمه؟ قوانين. مين بيحط القوانين؟ الحكومة. مين الحكومة حقيقة؟ أصحاب المال والسلطة هم اللي بيحددوا مين الحكومة، وبيشتغلوا فيهم على الريموت كنترول. مين العائق أمام أن يتحكم بك أصحاب المال والسلطة؟ ما هي أقوى سلطة عليك فطرية تربوية؟ والدك. فلازم ينقطع الشرش. لذلك هو كان يتحدث، يقول أتحداكم، يربى الطفل في 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 في, في الغرب بشكل عام، احترم السوسايتي 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 الكوميونيتي السوسايتي، الناس اللي في الشارع، البيتس الكذا إلى آخره. طب والحراث الخدام، الحراث العجول بنجاب سيرته؟
والخدامة شغالة 24 ساعة بتغلس وبتكبض. نو آلات تفريخ، آلات تفريخ فقط. احنا مهمتنا بيولوجيكلي بس نجيب لهم أولاد، لكن لا نملك السلطة عليهم. لذلك يا أخوة المهمة التي يحتاجها، ركز معي، أهل الأرض من المسلمين كبيرة. فتخيل نكون إحنا فاشلين في الدور جوا بيوتنا، كارثة. فاقد الشيء لا يعطيه. فلازم ننتبه لدورنا أصالة حتى نتمكن من أداء الدور. إنه أنا وظيفتي كأب ووظيفتي كأم من خلال، نرجع للعبارات، مهمات، أهداف، ونتائج تقاس عليها. سأعطي أمثلة عليها قبل أن أختم إن شاء الله. إذا أقول، هل أنا منتبه إن مهمتي الأولى والكبرى أن أعبد أولادي لربهم، أو أن أربط بين أولادي وبين ربهم، أو أن أعظم قانون الشرعي في نفوسهم، وأن الهدف الأكبر؟ هذه مهمات. بدي أشتغل على مهمة. إيش مهمة؟ لازم الله يكون أولا عند ابني. كيف؟ This is another story. تستغل كل مناسبة، كل فرصة، كل جلسة، تربط على مستوى الطعام اللذيذ اللي تاكل، على مستوى الرحله، بابا شكرا، يعني اي لاف يو انك وديتني كذا، قول الحمد لله حبيبي. طب بابا انت اللي وديتني. بس لولا الله رزقني ما بقدر كان اوديك رحله. لولا الله اعطاني الصحه والعافيه والعقل وخلاني ادرس واجيب شهاده واجيب الدخل الفلاني، كان حبيبي ما في عندنا سياره، كان انا وياك واقفين الان عم نستنى الباص وجمدنا. كان كما كناش هنا اصلا، كان توفيق من الله. الله أعطاني العقل اللي خلاني أفكر أجيب الشهادة بابا حبيبي. وهكذا هكذا، هاي عم أدي مهمة ربطه بمصدر الرزق كمثال أعطي، ماشي؟ وهكذا، بابا لا تعمل هيك. ليش بابا؟ طب شو في حق؟ لا دير بالك، الله خلقك وخلقه، خلقك أنت، صحتك أفضل منه، أذكى منه، أشطر منه، اصحك تكبر عليه، اللي أعطاك بياخذ منك. طب ما هو بابا، اصحك تضحك عليه لأنه معاق أو لأنه بتأتي، أو اصحك اصحك بياخذ. هاي شو مهمات عم بأديها؟ ممنوع التكبر، ممنوع التعالي، ممنوع الإيذاء، وهكذا. هاي مهمات. الأهداف، لاحظوا، في بدنا أوصل لإيش؟ أهداف اللي هو إني أرب إذا أخل الجنة. طب هنا كتبت هون، وهل أنا منتبه أن الهدف الأكبر الذي يجب أن أسعى أنا وأولادي للوصول له هو، بين قوسين أفتح، أن يرضى الله عني وعنهم وأن ندخل جميعا الجنة. وأن الهدف الأكبر أن يرضى الله عني وعنهم وأن ندخل جميعا الجنة بإذن الله. هذا هدف وهذه مهمات. طيب هل هناك نتائج حاصلة على الأرض، أرض الواقع، يمكنني استخدامها للقياس؟ أمثلة طبعا يا أخوة يا أخوات، هي أمثلة سريعة. كتبت فيما كتبت، جزاك الله خير، شكرا لك، الله يكرمك. هل هناك، سأعطي مثال الآن، اطلعنا على مفهوم المهمة، مفهوم الهدف، سأعطي أمثلة قابلة للقياس اللي هي سماها الشيخ الغزالي إيش؟ في عندك نتائج تقدر تقيس نجحت في تحقيق المهمة والوصول نحو الهدف أم لا. أمثلة سريعة
والقياس من عندكم تتوسعون فيه بإذن الله. مثال كتبت هنا: هل أنا من النوع الذي أنجح كل يوم في مهمة إيقاظ أولادي للدوام المدرسي وأنجح أيضا في إيقاظهم صلاة الفجر؟ مهمة بنجح بهاي على حساب هاي، بنجح بالثنتين، إجا بنجح بالثنتين الحمد لله ما في مشكلة. طب بنجح دائما بإيقاظهم للعمل أو للمدرسة، لكن أصلا مش حاطط في حساباتي الملف الآخر، خط أحمر، في مشكلة هنا الآن، في مشكلة بالهدف والمهمة، في كارثة، أنا مقبل على كارثة باختصار. أعد حساباتك، هذا مثال عملي حتى لا يبقى كلامي فلسفيا، مثال عملي وقيس عليه. مثال آخر كتبت هنا: هل أنا من النوع الذي ينجح في توجيه ابنته ألا تذهب إلى، وهذا هذا للمرأة، وجهه للأم الآن، هل أنا كأم من النوع الذي ينجح في توجيه ابنتها ألا تذهب إلى حفل الزفاف إلا بما يناسب مستوانا الاجتماعي، وأحرص أن أبعدها عما قد يخفض من بريق جمالها، لأن هذا قد يخفض أو يخفض من نسبة وصولها إلى زوج المستقبل؟ بمعنى اجتماعيا الأمهات لا يمكن تسمح لبنتها تحضر عرس، ما بحكيش على الاختلاط، بحكي حفلات الستات غير المحرمة، لكن الأجمل الأفضل الأحسن، المكياج، الشعر، التسريحة، أبسط الدقائق، أيام يجلسون يذهبون ويرجعون ويشترون ويخططون ويقصون ويعلقون، حالة لحفلة عرس لإحدى القريبات، لا أناقش حراما ولا حلالا. أنا مهمة أن تكون ابنتي كأم الأجمل والأروع والكل، أفعل التفضيل في اللغة العربية، مشان ما شاء الله بعدين شو يحكوا عنا إحنا، ما شاء الله ممتاز رائع. في المقابل بحط هذا الجهد أنا كأم لما بنتي تطلع على الشارع في الوضع العادي أن تظهر بحسب رضا ربها عنها، جينز تايت ولا واسع، بنطلون تنورة جلباب، والجينز غير عنه تايت، ممزع ولا مش ممزع، رائحة العطر تشتم قبل أن تصل إلى الرجال 15 ولا 20 متر، صار الخلاف على أنه يبدأ تحط عطر لأنه خاشة فيه، لكن بنشم قبل ما توصل ولا بعد ما تمر. مع أنه نوع فرنسي ولا لا 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 لا، إذا بقى هنا فشل في مهمة ذريعة قاتلة، أنه لا يمكن أنه كذا كذا. فهنا تأتي المقاييس يا إخوة ويا أخوات، ويحضرني في هذا المثال، جاءتني طالبة جامعية إلى مكتبي في الجامعة الأردنية، كانت تلبس الجلباب، محجبة طبعا مجلببة، عم تتحدث معي، جاءتني لتستشيرني أو لتستفتيني أو على قولة البعض تستصدر فتوى تحت قانون، حطها براس عالم أو برقبة عالم وبتطلع إيش؟ بتطلع سالم. الشيخ قال لي، أنا ما ليش دخل، أنا حكيت له، جاءت تناقشني بما يلي، بتقول لي: دكتور أختي خطبت، طبعا خطبت عندنا في الأردن في الأغلب تستخدم بمعنى عقدت القران، يعني بمعنى كتبت كتابها، وحفل زفافها بعد أيام، وأنا أختها الوحيدة وهي أختي الوحيدة، واكتشفنا بعد كتب الكتاب إنه أهل زوجها وحماتها وإلى آخره ناس نسبة لهم أعرافهم شديدة جدا جدا جدا، وألزمونا بالعرس المختلط. طيب أنا أسأل، ما وصلني ما المطلوب؟ قالت: وإذا ما بروح، لاحظوا الآن هي كم درجة جاي، كم طبقة من الفتوى جاءت تطلب مني. أول إشي بدها تحضر الحفل إكراما لأختها كحضور، هي مجلبرة. الكارثة اللي صدمتني إنه إذا ما هي شلحت الجلباب ولبست المليح ورقصت في حفل أختها، رح يكون عيب في أعرافهم، بمعنى مش محترميتهم، فهي من زاوية لابد من حضورها، ها، ولابد من إيش؟ رقصها في عرس أختها، وإلا فهو إشارة أنها لا تحترم أهل زوج أختها. وقد بالحرف والله قالت لي: إذ لم أذهب بهذه الصورة قد تطلق أختي قبل الزفاف. قلت لها: حجة أنت إيش بتقولي؟ قالت لي: هيك هي القصة، هيك أرجوك يا دكتور، يجوز لي شرعا أني أروح؟ هي بدها تأخذ كلمة تطلع،
قلت لها يا أختي وانظروا إلى النقطة التي أريد أن أشارككم فيها، ستأتي بعد دقيقتين. قلت يا أختي شوفي، إذا في عاقل على كوكب الأرض عنده حد أدنى من العلم الشرعي بيقول لك جائز، فهو مجنون رسمي مختوم على صباح اللي خلفه إنه مجنون. قلت إيش وين الجائز؟ مش لا أدري من وين. ابتدأت تفاوضني وكأنها تشتري مني سلعة. ما هو يا دكتور بتطلق، ما هو يا دكتور بتخرب بيتها، طب هو الإسلام بيخرب، لا إله إلا الله. ولك يا بنتي أنا هو أنا الدين إلي، هو سلعة أبوي الله يرحمه، بكبس عليه وبطلع لك فتوى يلا تفضلي روحي. وين يجوز تخلع حجاب العفة وتلبس فستان عرس وتتزيني وترقصي أمام 1000 رجل ينظرون لك كالذئاب البشرية لأنه حمات أختك بتزعل وبتطلق أختك؟ إيه إن شاء الله. قلت لها لا 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 أجل لا 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 أجد مجنونا فضلا عن عاقل يفتيكي بهذا. شدت يا دكتور يا أختي ما فيش خلاص يعني اتركيني، ما بابا تطلعش مني مستحيل. فلما رأيتها مصممة قلت راح أداويكي بلغتك. قلت لها اسمعي، بدي تجاوبيني على سؤال ومعنى الكلام كان استحلفك بالله تجاوبيني بصراحة. قالت تفضل دكتور. ظنت أني سأجد لها إيش مخرجا. قلت لها جاوبيني بس على هذا السؤال. قلت لها لو الآن أو شيء أو عفوا، قلت لها الحد الأدنى من السؤال، قلت لها قبل ما أعطيك فتوى اللي أنت تظنينها، قلت لها عندك أي طريقة تضمني فيها؟ نسيت عفوا أقول لكم القصة، أنا عمري 15 سنة نسيت بعض التفاصيل. بتقول لي دكتور ما هي بس نصف ساعة، هيك بتقول لي، قول لي القصة كلها نصف ساعة. قلت لها قضية مبدأ وحرام وحلال وقيمة وليست مبدأ وقت. قلت لها إذا عندك طريقة، عندك طريقة تضمني أنه خلال 30 دقيقة روحك ما تطلع أنا مستعد أساعدك. في طريقة؟ قالت لي لا. قلت لها إذن ما فيش. طيب ثم قلت لها بدي أسألك سؤال واستحلفك تجاوبيني بصدق. قلت لها طبعا أنا أضمرت في نفسي أن أسألها سؤالا متعلقا بفطرتها الأنثوية الآن عشان تضرب بالصدق. قلت لها لو أن شخصا أفتاك وأخذت بقرار الجواز وقلبك كان مرتاحا وأنك تفعلين هذا حسبة لله تعالى حتى لا تطلق أختك قبل أن تزف إلى زوجها، وذهبت وقررت الذهاب بهذه النية لله تعالى ولا يوجد عندك أي سبب آخر إلا حماية أختك من الطلاق، قالت لي ممتاز. قلت لها وحصل السيناريو التالي، أعطيتها سيناريوهين، قلت جاوبيني بصدق. قلت نويت تعملي تسريحتك وبرستيجك أنت عدم مؤاخذة كفتاة معجبة بجمالك وهيئتك، وكنت معتمدة في تسريحة شعرك على كوافيرة وبتنتهي من عندها مباشرة لحفل الزفاف ولا يوجد أي بديل آخر. حكيت لها بالحرف هيك باللهجة العامية الأردنية، قلت لها فتحت عليك التليفون الكوافيرة قالت لك مضطرة للإغلاق الآن، زوجي عمل حادث آسفة وما عندك أي بديل. قلت لها بتروحي على حفلة العرس وشعراتك مكركبين مربوطين بمغيطة؟ سكتت. قلت لها جاوبيني مشان أختك ما تتطلق، تضربي برستيجك الشكلي وبتخلي الناس يشوفوا شعرك المكنفش مربوط بمغيطة؟ سكتت. قلت لها سيناريو ثاني مشان أثبت لك أنك لست صادقة. قلت لها صدف انقطعت الكهرباء قبل حفلة العرس بساعة وفستانك مجعلك طالع من الغسيل هيك اللي يجب أن يكوى ولا يوجد مكوى، بتروحي بفستان مجعلك؟ سكتت. قلت له بتروحيش؟ جاوبي أختك تتطلق. قلت له بعرف جوابك شو هو؟ تتطلق وستين تتطلق سمعتي. شكلي أروح بفستان مجعلك؟ No way. سبحان الله. قلت أثبتت لك أنك لست صادقة في دعواك أنه همك الأكبر هو عدم طلاق أختك، وإلا شو قيمة كركبة الشعر عند الفتاة وجعلك في الفستان مقابل طلاق الأخت؟ لكن لما ربنا في المعادلة ربنا بننزله تحت، بس لما برستيجك وفستانك وشعراتك تنقلع أختي وأخت أختي واللي خلف أختي واللي خلفت أختي بس برستيجي، فما نضحك على بعض. هذه قصة حقيقية أنا عشتها مع إحدى طالبات الجامعة ومثلها عشرات. إيش الرسالة؟ الوزن
الهدف، انا ايش هدفي في الحياه ومهمتي ونتائج تقاس. على فكره انا الان عملت لكم مثال عملي على النقاط الثلاثه. انا بهذه القصه كشفت حقيقه الهدف الذي تعيش لاجله والمهمه اللي هي عايش اجل الى اخره. طبعا هو تركتني وذهبت، نسال الله ان يستر عليها ويغفر لها ويرحمنا ويرحمها ويستر عليها وعلى اهلها، وان شاء الله انها ما تكون طبقت، لا ادري ولا اعرفها. لكن موطن الشاهد يا احبه هو هل نحن نعيش ونحن ندرك كاباء وامهات انه عندنا هذه المهمات؟ حتى لا اطيل اكمل باخر سؤالين وضعتهما وانا احضر. هل انا من النوع الذي يحرص بالشده على منع ونهي اولادي من التندر بالنكات التي فيها استهزاء بمسؤول او حاكم او جهاز امني او مجموعه محميه بالقانون الى اخره، لكن لا اتدخل لو كان كلام فيه غيبه ونميمه وفضيحه واستهزاء وربما في الدين؟ كم يوجد من اهل الشعوب العربيه بيننا لو ابنه اجى بده ينكت نكته على الحاكم، بس يا ولد بقطع لسانك يا ولد، اسحك يا ولد، تخششناش في الحيط، الحيطان لها ودان، حقه لانه سيظلم امنيا تجهز انه ابنه بنكت على الحاكم على المسؤول، منطق. طيب ابنك وبنتك بيضحكوا على اولاد زملائهم وزميلاتهم بالصف وبيستهزئوا بحكيهم وبخصوصياتهم وياتون على اخبارهم بالاحتقار، تتدخل؟ شيخ سوى شو بدي بواجع على الراس هسه، بيفتحوا لي قصه ما بتخلص. في مشكله معناته. في مشكله كبيره جدا، في مشكله بالمهمه والهدف، مشكله كبيره جدا. بنفس القدرة اللي بدي أوقف أقول بابا حبيبي يصحك بتدخل ببيتنا بيسجلوننا بياخدونا تسجيل بيحبسونا بيعمل مش نفس يفترض أعلى. لما ابني يتندر أو ينكت أو يستهزئ أو يحكي أو إلى آخره، على مستوى ابني بيجي أو بنتي مثلا على سبيل المثال، هي أنا عارف عنها هاي المعلمة هذا الأستاذ الكذا وبشتمه بلفظ بألفاظ الحيوانات مثلا، كم نسمع؟ أتنهاه؟ من وين عم تيجي قلة الاحترام؟ ما هو بالتربية هنا في البيت في مهمات وهكذا. حب القائمة تطول، والله لو أريد أن أغطي هذا الموضوع لربما بعد ساعة ونصف من الأمثلة لن أنتهي. الفكرة ما هو عنوان الخطبة؟ البطالة بين الآباء والأمهات. هل نحن كما وصفنا فعلا نؤدي وظيفتنا؟ المقياس، هل هناك مهمات واضحة؟ أهداف واضحة؟ تقاس بالنتائج أعطينا عليها أمثلة. أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الحقوق والواجبات علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. طبعا يا أحبة كما تشاهدون بعد حوالي تقريبا ربع ساعة أو يزيد رح يكون في دخول وقت العصر، فبعد ما ننتهي لمن شاء، فمجرد دخول العصر سنقيم إن شاء الله الصلاة والأذان لمن رغب أن يصلي العصر جماعة، ينتظر ربما 7 دقائق فقط. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. شيخ لا تصلي، الله يجزيك خير، نضيع الفرصة. في بث
استووا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. استووا لا تختلفوا وأثابني وأثابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أحبة. اليوم نرغب فيكم كل يوم ثلاثاء في هذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا درس في التفسير باللغة الإنجليزية بين المغرب والعشاء، وقد يصبح بعض العشاء.